بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحيه مسائيه مع انطلاقه شوطنا السابع في تعداد اشواط مسائي هذا اليوم. الشوط السابع وهو الخاص باللقايه الجادان المحليات الاصايل المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ في مسافه ورحله الاربعه كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيق نسير بالصداره. نتابع البدايه وارى ظبيان من قاد المجموعة، ظبيان من اندفع بناموس هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم والمكتوم وبقيادة حمد بن علي العويسي. نتابع المركز الثاني وأرى التسلل من صغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية تضميره وتدريبه. ومع المركز الثالث أرى التحديات أيضا من شعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم على ظهر شاهين بقيادة سيب بن أحمد بن خريدة. نتابع المركز الرابع وأرى التحديات من صغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في عملية التضمير تدريب. ومع المركز الخامس انطلاقة مهند لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير من يقود بهذا الانطلاق. وأرى حشيم ياتي سادسا التابع لهجل العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى التسلل الانطلاق من شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. نتابع المركز الثامن وأرى التسلل من سراب لسمو الشيخ محمد بالمر بالمكتوم والمكتوم سعيد بن سالم النيبي متابعا لانطلاقة سراب. مع المركز الثامن تاسع التحديات من الجانب الآخر أرى هناك زلزال يتسلل في هذه اللحظات. مع المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز العاشر التحديات للتيار التابع لهجل العاصفة يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. أرهني زلزال انتزع الصدارة بدأ يهز الميدان هز بهذا الانطلاق المتميز. زلزال على الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام بقياس رختر أيضا ينطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم يقود المحنك سعيد بن راشد بن غدير. ولكن أرى ظبيان مع المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاق الظبيان. والثالث التحديات أرى التسلل لمياس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم حمد بن سهير بن هيان العامري متابعا لهذا الانطلاق. والأسد بدأ يتسلل في هذه اللحظات. الأسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم عتيب سالم بالعرضي الحميري في عملية التضمير والمتابعة. ننطلق مع المركز الخامس التحديات. يا سلام من الجانب الآخر أرى هناك أيضا شعار هجن العاصفة مع التيار يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير. وسادسا نتابع مهند لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن راشد بن غدير. من يتابع هذا الانطلاق المثير. يا سلام التحديات رائعة والتغييرات مستمرة والأسد من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة بالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة عتيج بن سالم بالعرض الحميري. من يتابع انطلاقة الأسد المركز الثاني من الجانب الآخر أرى هناك زلزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقود المحنك سعيد بن راشد بن غدير. اللحظات الأخيرة والأسد بدأ يباعد بناموس هذا الشوط. يا
سلام، الأسد على الصدارة والتيار قادم، التيار قادم، ولكن الأسد بدأ يباعد، بدأ يباعد بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم وبقيادة عتيج بن سالم بن عرطي الحميري بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. الأسد على الصدارة، الأسد على المقدمة، التيار قادم، التيار قادم، ولكن الأسد قفل على مجريات هذا الشوط في اللحظات، في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، والتاني لعتيج بن سالم بن عرض الحميري، المركز الثاني التيار من هجن العاصفة، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن حمدان برايد المكتوم، المركز الرابع من هجن العاصفة، والمركز الخامس لهجن الرياسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالتهنئة لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم على فوز الأسد بالمركز الأول. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية، يقطع مسافة الأربعة كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، والثاني لعتيج بن سالم بن عرض الحميري، التيار يصل مع المركز الثاني، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 12 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثالث الزلزال 6 دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم.